كان في من السنة إن شاء الله، الله يرحمه وتقبله يا ربي. ربنا أعطاه شهادة غير الشهادة اللي بالدنيا، شهادة الآخرة، هو شهيد إن شاء الله حق بإذن الله، ونحتسبهم عند الله شهداء. كان من لازم يكون من طلاب السنة، بس الاحتلال حرمه فرحته إنه يكون شهيد، إنه كان شهيد. استشهد الولد، قتلوه برصاصهم غدر. الحمد لله، واحنا جينا اليوم نقدم التهاني والتبريكات لجارتنا ام العرعرة وام محمد ابنها مجدي بشهادته، بالشهادتين، شهادة الدنيا وشهادة الآخرة. ابني يعني كان هو من المتفوقين بالمدرسة، كان يحب يعني انه يشتغل شغلة حرة لحاله، ما هو مسؤول حدا عنه، يعني ملكه شخصي حاله. يعني كان بحب يعني يعمل اشياء، يعني انه هو بمخيلاته حب فرحه انه دكتور، انه لانه كان هو من المتفوقين. حرموه فرحه يا خالد، الله يحرمهم شنط الهوى، الله يرضى.